أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج من لندن. أنا دكتور هالة دياب. بينما تواصل الثورات الشعبية العربية إسقاط الأنظمة في العالم العربي، تقف المرأة العربية متحدية العزلة والصور النمطية باعتبارها قوة دافعة تدعم الحفاظ على زخم الاحتجاجات المستمرة. لقد لعبت المرأة وما زالت دورا أساسيا في الانتفاضات والثورات في منطقة الشرق الأوسط، وكان تواجدها الفعلي في الشوارع بمثابة عامل هام لإظهار قوتها وتأثيرها. هكذا يقول نديم حوري، أحد كبار الباحثين في Human Rights Watch، مضيفا: هذه إشارة واعدة، ومن الضروري أن تلعب المرأة الآن دورا رئيسيا في الهياكل الجديدة التي ستنبثق من هذه الثورات. دور المرأة في الثورات العربية، ونظرة المجتمع العربي للنشاط السياسي للمرأة، وكيف تنصف الأنظمة الجديدة المرأة سياسيا واجتماعيا. نقاشي سيبدأ معكم في هذا الموضوع، ولكن قبل هذا دعونا نستعرض سويا هذا التقرير. رغم أن الهدف الرئيسي من الثورات في المنطقة العربية إسقاط الأنظمة، لكن في الوقت نفسه كانت الثورات الاجتماعية نجحت في كسر التقاليد البالية التي أجبرت المرأة للبقاء في المنزل بعيدا عن الحياة العامة في العديد من الدول المحافظة التي لا تتمتع فيها النساء إجمالا بحقوق واسعة منذ عقود طويلة. وعلى الرغم من أن المشهد السياسي لمستقبل المنطقة لا يزال غير واضح، فقد كشفت الانتفاضات امتعاضها من الهيكل السياسي والاجتماعي القائم في أنحاء المنطقة. كما يقول الخبراء في الوقت الراهن، لا يمكنك التحدث عن الحركة النسائية المستقلة، إنها ليست ثورة بين الجنسين لكنها ثورة للمجتمع بأكمله، وقد ظلت المرأة لفترة طويلة في الجزء النشط منه. ولا يمكن اختزال أهمية الانتفاضات في مصر وليبيا على سبيل المثال في التخلص من النظام والإطاحة بها، بل إنها تتخلص من جميع المذاهب الطائفية التي أبقت هذه المنطقة متخلفة عن ركب العالم، سواء بالتحيز ضد المرأة أو الفتن الطائفية وغير ذلك. لا أحد يعرف بعد مدى عمق تأثير الثورات العربية على النسيج الاجتماعي في البلدان التي عاشتها، لكن ما لا يخفى على أحد هو أن هذه الثورات هي صناعة شعبية شاركت فيها كل شرائح المجتمع وعلى رأسها المرأة. لم تتخلف المرأة عن مسيرة التغيير التي تجتاح المنطقة العربية، ولم تمنعها التقاليد المحافظة التي تحكم أغلب البلدان العربية من المشاركة في دعم الثورات العربية. نساء عديدات في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا تقدمن الصفوف ليقفن إلى جانب الرجال، داعيات إلى تحقيق تحول ديمقراطي في المجتمعات العربية. مصر واليمن نموذجان لدولتين عربيتين تشهدان التغيير مع فرق كبير يميز ثقافة كل من البلدين ونظرة النخب فيها لدور المرأة في المجتمع. لرصد أبرز خلفيات هذه القضية وتحليل أبعادها، نستضيف اليوم في استوديوهاتنا في لندن ناشطة نسائية عاشت قصة نضال فريدة، حيث سجنت وعذبت وطردت من عملها ومنعت من مواصلة الدراسات العليا لتنزع الزي الإسلامي الذي تفتخر به، وانتهى بها المطاف إلى لندن حيث نالت رسالة الماجستير من جامعة ويستمنستر، واليوم تأخذ على عاتقها من خلال ترأسها لجمعية نساء ضد التعذيب مهمة إسماع صوت تلك الشريحة الواسعة من المواطنين الذين يتألمون في صمت ويتعرضون لشتى أنواع الإهانات لأنهن نساء وفقط. إنها السيدة الباحثة والناشطة الحقوقية منجية العبيدي. أهلا وسهلا بك سيدة منجية. أهلا بك. أما ضيفتي الثانية فهي كاتبة وناشطة نسائية مشاكسة، عرفت بآرائها الجريئة التي هاجمها الكثير على أساسها، فلقبها البعض بالراهبة الثورية التي سافرت إلى بريطانيا دون محرم، وشكك البعض في أخلاقها ولائها صدق أفكارها التي ناضلت وتناضل من أجلها. هي الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية التواصل، عضو في حزب المحافظين البريطاني، الدكتورة سعاد الفيتوري. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وليست هذه الأوصاف، عدة أوصاف، ومنها عميلة وعانز وما إلى ذلك. سنحكي عن هذا الموضوع خلال البرنامج. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا.
نبدأ بالسيدة منجية. كما رأيتي من خلال المقدمة وتقرير اللي احنا عرضناه، هناك سؤال غير واضح حتى الآن: ما هو مصير المرأة العربية في ظل الثورات العربية التي يشهدها الشرق الأوسط؟ المرأة العربية بخير، يحق لها اليوم أن ترفع رأسها، لأنها الثورة لم تطح بالأنظمة الدكتاتورية فقط، وإنما أطاحت كما ذكرت في تقرير في تقديمك، أطاحت بالصورة النمطية للمرأة العربية المسلمة. يعني هل هذا يعني هذا الكلام معناته أنه فعلا الثورات العربية نجحت في إخراج المرأة العربية من عزلتها التقليدية؟ لك أن تقول ذلك، ولكن المرأة العربية كانت ناشطة حتى قبل الثورة، ولكن ربما الإعلام كان مقصرا في إبراز دور المرأة وفي التركيز على الأدوار الإيجابية التي يجب أن تقوم بها المرأة. طبعا مثل الأخت الحاضرة معنا، يعني كانت نشطت كثيرا غيرها في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن، في كل بقعة من هذا العالم العربي هنالك نساء كثيرات ناضلن، ولكن ربما الإعلام كان مقصرا، لم يبرز الدور الفعال الذي كانت تقوم به المرأة، وحصر دورها بين المطبخ وبين غرفة النوم في بعض المواقع والمحطات العالمية، وأصبحت المرأة شيئا يعني لعقود طويلة المرأة تحولت إلى شيء نائم، يعني إلى شيء جامد، إلى شيء متابع للرجل. هل هذا يعني أنه في تغيير جذري فعلا في وضع المرأة العربية في الشرق الأوسط؟ يعني دكتورة سعاد، هل مثلا ظهرت الكثير من الناشطات بعد الثورة؟ أكيد. أول شيء ما هو الدليل أنه هذا سوف يغير وضع المرأة ويجعلها أنه فعلا تأخذ حقوقها؟ أول شيء الإجابة على السؤال نعم، بكل تأكيد أن هناك مستقبل مضيئا للنساء العربيات إجمالا وللنساء في مجتمع الثورات مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا، لأن هذه المجتمعات هي تمردت عن الواقع، إنها لن تقبل بالاستعباد، لن تقبل بالظلم. لا تنسي هناك كذلك لعدة عوامل في استعداد نفسي الآن أصبح لعامل نفسي وسياسي والاجتماعي، ليست مثل هذه الدول. فهذه النساء التي كانت عاشت الظلم وعاشت الويلات لن تعود إلى العبودية ثانية، وهذه الثورة ليست ثورة سياسية فقط. يعني هل هذا يعني أنه تغيير النظم السياسية سوف يعطي المرأة حقوقها؟ يعني نحن كنساء عربيات نعاني من كثير من الأشياء، هناك عندك الاضطهاد الاجتماعي، عندك الإرهاب العائلي، عندك العنف المنزلي. هل تستطيع الثورات العربية وتغيير الأنظمة الدكتاتورية؟ لا تحل أحد حقك، أنت يجب أن تنتزع حقك. هل سيسمح المجتمع أول شيء لم تنتظر أن يسمح لها المجتمع لكي تخرج في المظاهرات وتقود المظاهرات؟ وأين قادت المرأة مظاهرات في اليمن؟ توكل كارمن، في حتى في مصر لدينا أسماء محفوظ المرشحة لجائزة نوبل، التي كانت مرشحة لجائزة نوبل، لدينا نوارة نجم، يعني سطع نجمها. هل يكفي أن المرأة لحتى تغير وضع في المجتمع أن تمشي فقط في المظاهرات؟ هل هذا ما ننتظره نحن كنساء عربيات؟ هذا دليل على تصميمها، على أن هي ظهورها في المظاهرات ليس أن عدد بس مهمج، هي دافعة بحياتها. كما تعلمين الأنظمة المستبدة في هناك شهيدات، من فقدت في سوريا كم فقدت شهيدة في سبيل أن تناضل وأن تقف جنب الرجال وأن تطالب بحقوقها. فهذه النساء فأصبح عندها لن تعود إلى الظلم، فلن بس تكون. هذا الظلم لم يكن، يعني سيدة منجي، هل الظلم الذي يمارس على المرأة هو يعني مصدره النظم السياسية أم المجتمع الذكوري أم الرجل؟ هو كل ذلك وقبل كل ذلك هو المرأة نفسها. عندما يكون في داخلك كامرأة قوة تحركك وتخرجك إلى الشارع وتجعلك نشطة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها، في تويتر، أيام الثورة التونسية مثلا وحتى أيام الثورة الليبية، هنالك عدد كبير من النساء العربيات نشطنا، ليس فقط خروج الشارع، ولو أنه الخروج إلى الشارع نفسه يعني قوة كبرى تحسب للمرأة، لأن ما فعلته فقط الخروج للشارع ليس هذا الشيء. أنت تقدمت لا تعلم ما قدمت لهذه النساء، قدمت الكثير. نعم. وليس أنت
الكاميرا حتى تعلمي ما حصل في داخل. لو نحكي لك قصص عن المناضلات الليبيات، إن قصص تكتبي عنها مجلدات، حتى من العجائز كانت هي تساهم وتدعي لهم بالأطفال، ولكن وضع في ليبيا وضع يختلف بالنسبة إلى تونس وإلى مصر. كانت مظاهرات سلمية، كانت حتى العائلات والأطفال، ولهذا ولكن في ليبيا كانت كلها بالأسلحة من البداية. القائد القدافي المخلوع أصبح مواجههم بالدبابات، فالوضع في ليبيا تميز عن كل الأوضاع، تميزت المرأة الليبية. يعني هل تقولي أن المرأة الليبية هي ناضلت وضحت أكثر مثلا من المرأة التونسية؟ لا، وضحها كان أصعب. لا 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 لا, 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 لا ننظر إلى الأشياء بهذه الصورة. أول شيء ما يحسب للثورة التونسية اللي هي رائدة، اللي هي في كانت في مقدمة الثورات العربية كلها أو الثورة العربية الكبرى، أن شيئا ما فعلته فيها الثورة مثل ما فعلته في الرجل العربي التونسي سواء كان تونسي أو ليبي أو غيره، حاجز الخوف، حاجز الذي كبل أفواه التونسيين والليبيين والمصريين وكل المقموعين في العالم العربي، تكسر ذلك الحاجز، سقط. هل يترى هذا حاجز الخوف وسقط الصمت أيضا؟ قرر في لحظة يعني أبهرت العالم، خرج التونسيون عن بكرة أبيهم إلى الشارع وقالوا لا، يعني رغم كل التنازلات التي قدمها الرئيس المخلوع مرة ثم بعدها ثم بعدها، ومع ذلك في كل مرة كان يخرج وحاول أن يهدئ الوضع، ولكن البلد تشتعل بالناس، يعني مظاهرات سلمية ولكن الناس تخرج بالآلاف ثم بالملايين في النهاية. يعني نحن يعني ممكن أن نوصل نحن هون إلى نتيجة أنه الربيع العربي سوف يساعد المرأة أن تحصل على ربيعها. ساعدها الآن، ليس ساعدها حاليا، وضعها الآن يختلف. هي الآن من البداية الثورة هي ساهمت في الفيسبوك، في الإعلانات، في التأسيس، في كل المجالات ساهمت معها، فهذا لن ترجع إلى الخلف. فعندما نقضوا على الاستبداد يصبح عندنا نستطيع أن نتكلم عن حقوق الإنسان، كيف نتكلم عن دولة فيها نظام الحكم الواحد ونتكلم عن حقوق؟ فكنا نحن الاثنين ضحية، سواء كان الرجل أو المرأة، كان في حكم استبدادي، ولكن بليبيا كان في حكم استبدادي بامتياز. كانت فيه ليبيات في السجون، هل تعلمي كم عدد الليبيات التي كانت في السجون؟ فهذا دليل على النظام، وكلهم كانوا سياسيين، لم يكونوا اللي من ناحية شرف أو من ناحية أشياء تانية مهنية. طيب نحن عم نحكي هلا على بعض النساء اللي عندهم هم سياسي ووعي سياسي وهم يشاركون في العملية السياسية وعملية التغيير. طيب هناك كثير من الأديبات والكاتبات والصحفيات والناشطات اللي هن تغربوا عن بلادهم وناضلوا لسنين طويلة للحصول على حقوق المرأة. لماذا يعني الثورة النسائية لم تحدث في الشرق الأوسط؟ لماذا لم تستطيع هؤلاء النساء اللي هن فعلا يعني تمردوا على المجتمع بطريقة أو بأخرى، لم يحققوا النتيجة التي حققتها المرأة لما اخترطت بالعمل السياسي؟ أول شيء المرأة هي جزء من هذا المجتمع، ولا يمكن، أو عندما تقولين أنها تمردت على المجتمع، أنا لا أقول تمردت على المجتمع، ولكن تمردت على التقاليد البالية. التي هي جزء من هذا المجتمع، ولكن هنالك تقاليد معناها تقيد المرأة. أنا أتحدث بالمعنى السلبي للتقاليد، يعني ثقافة الخوف، ثقافة الخوف، ثقافة أنك صوتك عورة، لا يجب أن ترفعي صوتك، وبالعكس أنت المرأة العربية أثبتت أن صوتها ثورة، وهذا ما رأيناه. ولا تنظري إلى شكل المرأة، ماذا تلبس وماذا لا تلبس، يجب أن نرتقي، يعني نترفع عن هذه محاسبة الناس على لباسهم ولا أكلهم. نحن جميعا عندما نتحدث عن تونس مثلا، نحن مواطنون ومواطنات، والمرأة هي جزء من هذا المجتمع، وهي مواطنة في هذه الدولة الدكتاتورية التي قمعت المرأة والرجل في آن واحد.